الهارمونيك ميجر the rate or the ratio is concerned، يعني إذا عندي معدل rate يعني جاي يتغير أو باستمرار أو بيرس يعني بالوقت، أو ratio يعني عندي قيمة إلى قيمة أخرى. And is thus more useful for the sets of number defined in relation to some unit، يعني قيمة على قيمة. هسه نجي على ال weighted average. ال weighted mean average، the weighted mean is commonly used in geoscience and reservoir data analysis. In weighted average, the mean is expressed on linear combination of data with weighted coefficient. On relative weights or relevance in such linear combination and weighted coefficient sum to 1, termed a convex combination. The weighted mean of a data set of n value xi is كما يلي. قلنا اللي يفيدني أنا بهندسة النفط هو الجيومتريك. واحدة من نقاط الضعف بالجيومتريك إذا واحدة من القيم صفر. تيجي بعدها ال weighted average. ال weighted average أكثر شيء أستخدمه أنا بالمكامن اللي بيها قيم الكي والفاي موجودة عندي. القيم الكي والفاي ليش مهم أخذ بنظر الاعتبار ال weighted average؟ ال weighted average هنا راح ياخذني بنظر الاعتبار سمك المنطقة المقاسة عندها تلك القيمة، سمكها. مثلا أنا أخذ الكي أقول مقاسة لي 5 قدم، أخذ الكي الأخرى مقاسة لثلاثة قدم، فهذا هو ال weighted average. لاحظوا وياي لو افترضنا هذه الآن جاي استخرج ال weighted average مال x، فال x افترضها البيرميبلتي، أنا جاي استخرج البيرميبلتي k1 الويت مالتها شقد الثيكنس مالتها مثلا 3 متر جاي اخذ من الطبقه، البيرميبلتي الاخرى شقد الثيكنس مال الطبقه 2 متر، البيرميبلتي الاخرى شقد الثيكنس مال الطبقه 4 متر على مجموع السمك مال الطبقه. فجاي اخذ بنظر الاعتبار هنا السمك مال القيمه، فمثلا اذا بيرميبلتي انا قيمتها عاليه وأنا أسوي arithmetic average الاعتيادي راح تأثر لي على المعدل كله، في حين إذا أنا أخذتها قلت لا هذه القيمة العالية لواحد متر أو لواحد قدم راح تقلل لي تأثيرها على الـ average مالتي. فأن element with higher weighting coefficient contributes more to the weighted mean than element with the lower weight. مثلا إذا القيمة اللي عندي عالية أو ناصية لكن ما أخذها أني لسمك كبير، مثلا عندي قيمة كي لعشرة متر قيمتها 100 وعندي قيمة كي قيمتها 1 بس لواحد متر، تخيل إذا أنا جمعت 10 و1 على 2 شكذا راح يصير 5.5، هذا ما يعكس لي الحقيقة. لكن إذا أخذ بنظر الاعتبار سمك الطبقة أو سمك المنطقة اللي أني مسوي لها افريج، هذا راح يخليه يعطيني بنظر الاعتبار سمك المنطقة المقاس لها اللي هي وتأثيرها، هل اذا سمك المنطقة كبير راح يكون تأثيرها عالي على الافريج، اذا سمك المنطقة قليل راح يكون تأثيرها قليل على الافريج، وان كان قيمتها بالحقيقة مؤثرة اذا اخذنا بنظر الاعتبار هي بحالها كقيمة كبيرة. An element with higher weighting coefficient contributes more to the weighted mean than element with the lower weight. مثل ما شرحنا. The weights cannot be negative. Some weights can be zero, but not all the values can be zero because division by zero is not allowed. فقلنا هذه تأثير مشاكل قيمة الصفر. Mean change of scale and sample geometries. One of the most common use of the mean in geoscience and reservoir analysis is to average data from small scale to large scale. Core block are a few centimeters, where log are often sampled or averaged at 15 centimeter half foot interval. يعني الكور بلاك عادة تكون قيمة يعني طولها few centimeter،
في حين اللوج تاخذها تقريبا لكل 15 سنتيمتر او نصف قدم انترفل، يعني اللوج يسجل لكل نصف قدم. And the 3D reservoir properties are generally modeled with the 20 الى 100 متر lateral grid cell. انا عندي شنانة دخلت عندي كلمة grid، هذه كلمة جديدة. انا عندي المكمن من تتخيل انت باسفل الارض موجود بشكل فولد، بشكل مثل قبة دوم او فولد، من حتى اسهل دراسته اسوي له موديلنج، حتى اسهل دراسته اسوي له موديلنج لازم اقسم هذا المكمن الى عدد من المربعات والمستطيلات تسمى جريدز، مكعبات ومتوازي مستطيلات تسمى جريدز. يعني أنا راح أقسم المكمن إلى سلسلة من المربعات والمكعبات تسمى جريد. هذه الجريد تساهم لي في تقليل الهيتروجينيتي مالت المكمن وبالتالي تسهيل دراسته علي. يعني الجريد هي تسهل لي دراسة المكمن من ناحية تقليل الهيتروجينيتي واسويها لوكال فاليوز لكل جريد بحيث يسهل دراستها. فقلنا الجريد هي تسهل لي هذه دراسة المكمن. الجريد سيل عادة تكون 0.3 الى 10 متر in thickness، lateral 20 الى 100 متر امتدادها، thickness مالتها 10 متر. As a result averaging data from a small scale to a large scale is very common. يعني عندي عادة القيمة وين مقاسة عند كل بئر. البئر بالمكمن يمثل كأنما يعني بالنسبة لحجم المكمن يمثل نقطة، فأني أحول القيمة من هذه القيمة المقاسة عند كل بئر أحولها إلى قيمة على امتداد المكمن. As a result, of the averaging data from the small scale to a large scale is very common. The question is, what averaging method to use? هاي واحدة من النقاط المهمة. أساني عندي اثنين، geometric اللي هو مفضل بعض الحالات، المين المفضل في حالة احتساب الخواص البتروفيزيائية K, Phi, SW, net thickness. هذه هي يعني البيرميبوليتي، البوروسيتي، التشبع المائي، صافي السمك للمكمن. Change in spatial scale of data can be treacherous in a reservoir characterization and modeling. فهنا نريد نحكي عن الspatial scale. الspatial scale هو قلنا التوزيع بالفراغ للخاصية. يعني أني عندي الخاصية مثل ما قلنا هي متوزعة على موجودة بالبئر بشكل نقطة، لكن من أريد أوزعها على المكمن إيش راح تكون؟ راح تكون أنا موزعها في على مستوى من سويتها من small scale إلى large scale. يعني وزعت القيمة وحولتها من قيمتها النقطية الموجودة بالبئر إلى الى يعني الى موجود الى لارج سكيل على مستوى البئر. يعني حولتها من نقطه سويت لها افريج وسويت لها سباشال ديستريبيوشن فوزعتها على مستوى العفو المكمن. فتشينج اوف سباشال سكيل اوف داتا كان بي تريتشوس ان ريزرفوار كاركترايزيشن اند موديلنج. لهذا مهم أن تأخذ بالنظر الاعتبار أحسن ما تكون هذا الإيرور يصير بالعلاقة اللي هو تريتشيس يعني إيرور أو اشتباه، يعني هذا هو المعنى. فبدل أن يصير هذا بالعلاقة اللي عندي الأفضل أنه نأخذ بالنظر الاعتبار الطريقة الصحيحة الأفرج وكذلك التوزيع في الفراغ أو الاسباشال ديستريبيوشن. The weighted mean has many uses including the change of scale from well logs to geocellular grid.